السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل شيخنا الجليل، اتفضل. كثر الكلام عن أشراط الساعة وظهور المهدي وقرب ظهور الدجال. بعضهم يزعم أن الأحاديث الضعيفة تعتبر صحيحة إذا كانت أمرا واقعا، فما صحة هذا الكلام وبما تنصحون في هذه الأيام؟ والله يا أخي الكريم، عن الأحاديث التي وردت في ذكر اسم المهدي صراحة لا يكاد يثبت منها خبر، هذا ابتداء. ثانيا، أنت تعرف أن الناس عند أزمنة الفتن يتعلقون بأشياء كثيرة، منها تعلقهم بالأحاديث الضعيفة والموضوعة، ومنها تعلقهم بالرؤى والأحلام، ومنها تعلقهم بأحاديث أشراط الساعة. ونحن نقتصد في كل شيء، الحمد لله ما زال هناك إسلام وهناك خير وهناك ناس يدعون إلى الله. صحيح الأيام دول بين الناس وبعضها، لكن الخير ما زال عميما والحمد لله. وما صحة القاعدة إذا كان الحديث ضعيفا وأصبح واقعا فهو صحيح؟ لا لا، ليست قاعدة، ليست قاعدة. من قال هذه القاعدة؟ عفوا، من قال هذه القاعدة؟ زعموا أنها وردت في كلام الإمام المطيعي. بئست مطية الرجل زعمه. نعم نعم، بئس مطية الرجل زعمه. السلام عليكم.